من تفكيره. طب احنا نروح لدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. الف مبروك يا دكتور، صراحه موسم رائع، 5 بطولات على للقطاع في كل المراحل، صراحه موسم جميل بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. فندم اشكرك كابتن فاروق، ودايما انت من الناس اللي بتظهر الحقيقه جهود قطاع الناشئين، فبشكرك مره اخرى. ده واجب عليا يا فندم، ودي قناتكم. من جهود 2002 ليدو عربي، والاثنين دول ان شاء الله يبقى لهم مستقبل كويس جدا، وافتكر الاسماء، وان شاء الله دول من الناس المكملين ان شاء الله في الدرجه الاولى وفي المنتخبات القومية، ونأمل إن شاء الله بالسياسة الجديدة إن هم يلاقوا بقى مجال احتراف والأمور الجميلة دي زي قمة صلاح كده إن شاء الله بإذن الله. دكتور عمرو، فريق 2002 من الفرق اللي كان فيها صعوبات في مرحله من المراحل، مدير فني جديد كابتن تامر حفني بيتولى المهمه، الفرقه ما شاء الله بتبتدي تتظبط بشكل جيد، تبتدي النتائج تيجي، وفي الاخير فوز على الزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء، وقبلها المقاولين ب4 أهداف، يعني حتى موسم استثنائي، مش بس ان هم خدوا البطوله ولكن في فروقات ما بينهم وبين المنافسين. بص يا كابتن فاروق، هو احنا يمكن لما حطينا الاستراتيجيه او السياسه في مدربين على مستوى عالي جدا في النادي الاهلي، واصبحوا دلوقتي يعني قادرين على قياده اي فريق. يمكن بدات بالكابتن سامي، خاض اكثر من مباراه وتصدر البطوله، وبعد كده جات له فرصه كويسه جدا في السعوديه، الحقيقه احنا ما وقفناش في طريقه، ادينا له الفرصه ومسك الكابتن تامر الفتري، كان ماسك قطاع المدرسه مدير فني، ما تاخرش وطلع ومسك وكمل المسيره، وبالعكس يعني تحس عمليه النقل في المدربين مش موجوده. يعني الاولاد ما شاء الله، المدربين ما شاء الله، سياسه واحده واسلوب واحد وعملوا مباريات لا تتخيلها، ويمكن هم مروا بحته صعبه جدا في التدريب، وازاي ان هم سافروا لعبوا في دبي حوالي 3 4 مرات، ده ماتشات في وقت قليل جدا، وبعدين لما رجعوا لعبوا 3 ماتشات يوم بعد يوم، وطبعا عمليه تخمين الحمل هنا عمليه صعبه جدا. نعم. ازاي ترجع الاولاد لحالتها الطبيعيه قبل ما تقابل نادي الزمالك في المباراه النهائيه. نعم. الحقيقه الاسبوع الاخير انا بعتبره هو مجهود السنه كلها. يمكن الجهاز سخر لهم الملعب بتاع المباريات اللي ما بينزلش عليه اي فريق الا يوم المباراه، اتمرنوا فيه طول الاسبوع، لانه شبيه بملعب استاد القاهره من حيث النجيله وكثافه النجيله فيه ووسعه. فالحقيقه الاولاد خدوا خبرات عاليه جدا خلال الاسبوع، ولما جت ماتش الزمالك انا شفت اولاد رجاله، شفت روح جديده، وعايز اقول لك حاجه، انا لو انا حاطط الاستراتيجيه عوده الروح للعيب الفرق، لو دي بس تحققت في السنه الاولى اكبر مكسب للنادي الاهلي في هذا الامر. ده حقيقي، ما كنتش حاطط الحقيقه في الاستراتيجيه نتائج خالص. ده حقيقي فعلا. فما بالك بقى الاولاد لما يحققوا الاستراتيجيه والمنظومه، شايف اللي قدامك طول على الشاشه ده كل جهاز الناشئين بالمدربين بالاداريين. دكتور عمرو، يعني الروح اللي احنا شايفينها دي، الروح اللي احنا شايفينها، المشهد دوت، المشهد ده صراحه يدرس لكل الاجيال، مشهد وقوف قطاع الناشئين كله ورا فريق 2002 ووقوفه كله مع بعضه، وجوده والدعم اللي كان موجود للفرق اللي موجوده اللي بتشارك السنه دي، صراحه مشهد جميل يا دكتور عمرو. والله يا كابتن فاروق، عشان تكسب 3 بطولات من 6 منهم حتى بطوله 2003 معلقه لسه دلوقتي. نعم. عشان اللي كان كسبها نادي المقاولين، وكان اشرف لاعب من البراعم في
فرق المشافه، وده غلط، ده بتقدم فيه شكوى، وممكن البطوله دي ما تجيش. بقى عندك 5 بطولات، نعم، تاخد منهم 3 ومنهم 97 زي ما انت عارف، اللعيبه المعاره واللعيبه اللي بتلعب في الدرجه الاولى، وطول السنه بتلعب بعدد ناقص. يعني كانك لو حسبتها عمليا هتلاقيك واخد 3 بطولات من 4. وانا ما بحسبش البطولات خالص، البطولات دي حاجه كإضافه على الاستراتيجيه. لكن انا مبسوط جدا من الاولاد دي ومن الروح. شوف الاولاد فرحانين ازاي يا كابتن فاروق قدامك، حاجه غير عاديه، روح جديده. النادي بدأ نقله جديده جدا، كل الاداريين والعمال والمدربين، الناس كلها فرحانه، الناس كلها عرف رياضي، وشايلين مدربهم ازاي. كابتن سامر محبوب جدا بين الاولاد، ده حقيقي، سواء الفرقه دي او فرقه البراعم، حاجه جميله. انا بقول لك هو ده النادي الاهلي يا كابتن فاروق، وان شاء الله هنصر على هذا الامر وعلى هذه الروح العاليه جدا، وهنحاول نحافظ عليها باذن الله. بالظبط. حضرتك كنت بتتكلم مع الاولاد بتقول لهم ايه يا دكتور في المشهد اللي احنا شايفينه ده بعد انا كلمت الاولاد وقلت لهم انا شوفوا انتوا كسبتوا البطوله، صدقوني انا سعيد جدا بالروح القتاليه اللي انتوا كبيرة، سعيد جدا لان انتوا جبتوا جول والثاني اصريتوا على الثالث وضيعوا 3 4 اجوال، سعيد جدا بتالفكم مع بعض. الاسعد الناس اللي حواليا ديت في القطاع التشكيل، حاجه تفرح. حتى سامر المفروض هو مدرب في السعوديه، جه والله طول الاسبوع واقف مع سامر وبيساعده، وادي الكابتن خالد جد الله انت شايفه واقف، والكابتن اكرامي والكابتن مدحت وحاد كل ودكروني واقف ورا، كل والدكتور حسين، كل دول واقفين مكرسين جهدهم لهذا الفريق. وانا بقول لك النتائج عمرها ما تيجي الا نمره 1 الروح، نمره 1 الحب، نمره 1 التآلف. الكل عايز الفرقه دي تكسب، لكن اي حاجه ثاني لا يمكن ان انت تكسب. فانا بقول لهم يعني انا سعيد جدا بيكم وسعيد جدا باللي اتعملتوه، ولذلك يعني كنا عملنا لهم مكافئات وضاعفنا وعملنا شويه مكافئات حلوه ليهم، وان شاء الله يشرفونا في السنوات اللي جايه ان شاء الله. طيب دكتور عمرو، بالنسبه لمرحله التدعيم، حضرتك من خططك والطريقه اللي حضرتك راسمها، وكنت يعني اتشرفت باستضافه حضرتك وشرحت لي فكرك في المرحله المقبله للنادي الاهلي، مرحله التدعيم لفرق 97 و99 وباقي الفرق هتمشي ازاي الموسم الجاي؟ قبل ما اقول تدعيم احب اقول لك النهضه السريه دي لعبنا بنفس اللعيبه بتوع السنه اللي فاتت. نعم. وبنفس الادوات والنفس. طب ليه كسبنا 3 بطولات؟ شوف 3 بطولات مش ما تعبناش، لكن الروح عاليه، المنظومه كامله، البلاعه تيجي تشوف الوقت، شوف احنا بدايه الموسم، انا فاكر ترامب دلوقتي الوقت على اعلى اعلى مستوى. ده حقيقي، ودي من الحاجات اللي فرقت مع الفرق. اللائحه مطبقه 100%، كل واحد ياخد حقه، برنامج وجدول التدريب، انت هتنزل من كذا لكذا واللي بعدك كذا واللي بعدك كذا، وبتعلق الجدول في بدايه الاسبوع، واللي عايز يغير لازم يكتب ولازم يتفاعل. يعني المنظومه هي اللي ادت الى حصول هذه الاسامي. فما بالك بقى لما نيجي نتعب، يعني احنا ماشيين في التدعيم في لجنه الفنيه الفنيه برئاسه الكابتن علاء بيروت، وكابتن عزيز عبد الشافي المدير الرياضي، والاستاذ عادل القريعي، الثلاثه الحقيقه يعني لغايه دلوقتي دعمونا بحوالي 20%. انا حاطط طرد تماني ان احنا ادعم الفرق ب 40%، والسنه الجايه 30%، والسنه اللي بعدها 30%. عشان اعود للنادي الاهلي لكل فرقه يبقى فيها اللاعب الاساسي واللاعب الاحتياطي واللاعب احتياطي الاحتياطي على اعلى مستوى. طب تيجي تقول لي دلوقتي ايه؟ اقول لك كل فرقه في فرقه ما تعديش 8 لعيبه فيها من ال 30 دول على اعلى مستوى في الباقي، اقول لك 12 13 واحد
تخليل لفريق غلط. فاحنا مع التدعيم انا بجيب كام لعيب واقرر، بجيب اقرر في الاخر اوصلك للنادي الاهلي يبقى فيه 30 لاعب في كل فرقه او 25 حسب التسجيل على اعلى مستوى. في الوقت ده بتطلع اللعيبه من مدرسه التسجيل عشان يكملوا في الفرق. يعني كتير قوي 3 سنين 4 سنين هتلاقي فرق النادي الاهلي سواء الفرق المسابقات او الفرق البراعم على اعلى مستوى، وتقدر بقى تنفذ خططك تطلع للفريق الاول الاول لفتره الدورات، ثم بعد كده عمليه الاعاره، ثم البيع، ثم الاحتراف الخارجي في اوروبا، ثم الاحتراف الخارجي في دول الخليج. ان شاء الله احنا عايزين نوصل يا كابتن فاروق في النادي الاهلي انه يكون يعني اقول لك يعني فلتر للاعبين المحترفين وفلتر للمدربين المحترفين. نسيت اقول لك المدربين عبد اللوب كانت تثقيف عالي جدا، ويمكن خدوا فيه جزء كبير جدا. ده بان يا فندم، انت حضرتك بتقول ده بان في الطريقه. يعني حضرتك بتتكلم ان احنا هذا الموسم ما دعمناش، احنا لعبنا بنفس اللعيبه، ولكن تثقيف المدربين يا فندم هو اللي صنع الفارق مع عوده الروح، فالمحصله اتت بالبطولات. وايضا المهمه الرئيسيه فريق الاول للنادي الاهلي بلعيبه جاهزه. دكتور عم يبدو شكراني. سمعنا يا دكتور عم؟ الو ايوه اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بالنسبه لعمليه المدربين، شوف انا عايز اقول لك حاجه، المدربين وصلناهم لنقطه ان اي ماتش مهم او اي ماتش نهائي لازم نقعد نتناقش كلنا مع بعض. بنتناقش في الفرقه، بنتناقش في التشكيل، بنتناقش في التغيير، بنتناقش في ظروف الجيم، بنتناقش في الفرقه اللي قدامنا عيوبها ومشاكلها. عاملين عباره بنبعت احد المدربين العاليين يروح يشوف الفرقه ويكتب ملاحظاته عليها. فانت بتقعد تتناقش. والكلمه الاخيره للمدير الفني. نعم. المدير الفني مع حريه غربله كل الملاحظات وكل الاراء اللي هو بياخدها، لان هو اللي بيتحاسب في الاخر. لكن احنا واجبنا ان احنا نقول له هذا الكلام، ودي نجحت نجاح كبير جدا في المباريات النهائيه، وصدقني المدربين واخدينها بحاجه جميله. وبالعكس هم اللي بيدفعوا ويقول لك هلعب كذا، هعمل كذا، طب ايه رايك في الطريقه؟ طب ايه رايك في امسك الولد ده ازاي؟ طب الحته دي اللي عاملها ازاي؟ طب الحته ونقعد نتناقش كلنا مع بعض، وفي الاخر الراي للمدير. دكتور عمرو، حضرتك كنت مهتم جدا بالاستراحه، مهتم جدا بالجيم، مهتم جدا بالاجهزه الطبيه، مهتم جدا بمخططين الاحمال، وده بان ان هذا الموسم يمكن عدد الاصابات قل واللعيبه مستريحه وفي وجودها داخل النادي الاهلي، خاصه ان في لعيبه اصبحت مقيمه داخل النادي. تمام. انت عارف ان الاستراحه انا بسميها يعني بعض نعم. ودايما اقول للولاد فهو صراحة هذه الاستراحة اخرجت فطاحل كرة القدم في النادي الاهلي. ده حقيقي. يعني اسامة حسني، حسام غالي، الاسماء والرمانة كلها بدأت هذه الاستراحة. متعب وحسام عاشور والكل. كان لابد من اعادة النظر في الاستراحة اللي كانت السنة اللي فاتت موجودة بشكل تدار عشوائي جدا وامكانياتها ضعيفة. وعدد كبير جدا من اللاعبين اللي موجودين فيها، يعني يمكن قدامك ميدو في الاستراحه. اساله وقول له ايه الفرق بين الاستراحه السنه دي والسنه اللي فاتت؟ هتلاقي ان السنه دي العدد قل، الترتيبات، التجهيزات، عدى مش عارف الفرش ايه، مطعم الناشئين اصبح دلوقتي بيقدم وجبات جميله جدا، وجبات مكتمله، ومفيش اي لعب لا هنا ولا هنا، على الاشراف عالي جدا. مفيش اسبوع لا بنزل زيارات مفاجاه للاستراحه وزيارات مفاجاه للمطعم،
وبشوف الوجبات وبشوف الاولاد والسراير والنظام بتاعهم والمذاكره بيذاكروا ازاي والاشراف بيتم ازاي، لائحه في داخليه للاستراحه، النوم بوقته، الموبايلات بتتسحب منهم في توقيت معين. كل اللي انت بتحلم بيه لخلق لاعب او شبل محترف الحمد لله عملناه بنسبه من 80 ل 90%، باقي لسه 10% او 15%، ده في التطوير ان شاء الله للسنه الجايه عشان تاخد استراحه عالميه تقدر تخدم على هذا الشبل المحترف، يبقى احنا خدامين بكل جوانب. وبعدين على فكره في السنه الجايه لو لينا عطل في قصه ثانيه بالنسبه للاعبين الموهوبين. ايه بقى يا فندم؟ برنامج خاص وداخل فيه برنامج ثقافي وداخل فيه برنامج تعليم اللغه وداخل فيه برنامج تدريب فردي وداخل فيه استديوهات وازاي نقبل منه ولا ادفعين ولا ادفعين. ده كده حضرتك بتكلمني على اكاديميه برشلونه يا فندم. ده كده حضرتك بتكلمني على قطاع الناشئين في برشلونه مش في النادي الاهلي، ده كده حاجه يعني حضرتك ده هتخش بالاضافات ديت لابعد من العالميه. صدقني الجو في النادي الاهلي جميل، مجلس الاداره مساعد غير عاديه، يمكن كان في جلسه مع كابتن محمود خطيب والكابتن عمر شاف والكابتن علاء عبد الصادق والناس متعاونه دعم غير عادي، وان شاء الله هتشوف في مصر نقله ثانيه مش موجوده في اي حته. واحده يمكن بنبص على المدارس المختلفه وبناخد منها بعض الحاجات، لكن لينا فكرنا الخاص في الاخر. يعني ممكن تلاقينا عملنا حاجه مش موجوده بره خالص. عملنا حاجه تناسب الشغل المصري اللي مش موجوده في اوروبا. عملنا بعض الامور اللي بتساعد على ايصال اللاعب اسرع ما يمكن وفي توقيت مناسب وبنعالج له الاخطاء بشكل ما شفتوش قبل كده. فباذن الله يعني ننتظر كده اوضح فيها العديد من الامور، بعض النقاط اللي زي مشي فيها النادي الاهلي من اجل حصد هذه البطولات من اجل صناعه هؤلاء النجوم. هرجع تاني لنجومنا النهارده، هرجع لميدو نبيل واحمد العربي، اتكلم معاهم عن فرقتهم وطموحهم مع